أنا سائق من المجلس المحلي لقرية باتابو. نشكر منظمة بيبول إن نيد على تقديم هذه الجرار من نوع كيادو لهذه القرية، مما ساعدنا على نقل النفايات لخارج هذه القرية. منظمة بيبول إن نيد يعني في الحقيقة كثير قدمت لنا مشاريع حيوية وهامة كثير. أحد هذه المشاريع هي المولدة اللي زودتنا فيها لتغذية بئر الزراعة بالكهرباء. طبعا بئر الزراعة بيعطينا حوالي 50 متر مكعب من المياه في الساعة. كنا نعاني سابقا من موضوع المي مالحة وكلسية، الناس تشتريها شرق المي لها تحسن تشربها. الحمد لله رب العالمين، فضل الله وبالتعاون مع مجلس المحلي مدينة الأبزمو ومنظمة بيب الأنين تم التعاون مع بعض وأملوا لنا المي، والحمد لله رب العالمين فضل الله صارت المي كويسة وتنشرب ومقبولة ومي جدا صحية. قمنا في عام 2015 بتقديم عدد من الجرارات لتخديم القرى في مجال النظافة، كما قمنا بتقديم مولدات وغاطسات لتشغيل المياه للقرى في ريف حلب وريف إدلب.